الواجب على المصلي إذا وصل إلى السجود يسجد على سبعة أعضاء، يسجد على الجبهة والأنف واليدين اللتان هما الكفان والركبتين وأطراف القدمين، يعني أصابع القدمين. وسنة له أن يجافي، أن يجافي بين عضديه. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يشفقون عليه من شدة المجافاة. ولتعلموا أن السنة في السجود كما هي المجافاة، كذلك السنة في الركوع المجافاة. ولذلك وتر يديه، يعني جافى بين عضديه. فإذا السنة في السجود أن يضع الكفين حذو المنكبين أو عند أذنيه، يعني يكون الرأس بين الكفين. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام من شدة مجافاته كان الصحابة رضي الله عنهم يشفقون عليه، حتى لو شاءت بهمة، وهي من صغار الغنم، الصغيرة من الغنم، لو شاءت أن تمر بين جنبيه لمرت من شدة مجافاته عليه الصلاة والسلام. ولكن إن كان في جماعة وستحصل مشقة وإذا لإخوانه المجاورين له في الصف فلا يعمل هذه المجافاة، لأنها سنة. والسنة إذا اتسع المجال للإتيان بها فبها ونعمة، أما إذا ترتب على الإتيان بها إضرار وأذية بالآخرين فإنها لا تعمل. ثم هنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال اعتدلوا في السجود. والاعتدال في السجود ينبئ عن ماذا؟ ينبئ عن رغبة ونشاط وإقبال للصلاة. لكن لو كان الإنسان منكمشا كأن الصلاة عليه ثقيلة، ولو لم تكن ثقيلة في قلبه لكن هيئته وحاله وصورته تنبئ عن هذا. ولذا حتى يقبل على الصلاة بنشاط يجافى، تسيما إذا كان منفردا أو إذا كان إماما لا يزاحمهما شيء. وهنا أمر آخر، وهو أن البعض يبالغ فيمتد امتدادا حتى يصير كهيئة المنبطش، وهذا خلاف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال اعتدلوا في السجود، لا انكماش ولا امتداد يزيد عن الحد.